نشوفه. هسه احنا بدينا عند يوتيوب اللي نحتاجه ممكن ندش او خلي ندش. نحتاج تومي سيرنج، نحتاج نورمال سلاين، نبي عنده وبلاستر فد جسمه ستيرايل فيلد على مود اي البيشن. ممكن يكون السوبين، ممكن يكون السيتنج بوزيشن. الانجي تيوب اللي نختاره لازم يكون مناسب للبيشن. هسه هذا ما بي ريجو اوبيك لاين، بس اكو بعضهم يكون بيحط ابي ازرق هو يصير ريجو اوبيك لاين. السايز هو لازم من النوز للاير ومن الاير للزيفويد او زيفسترنال انجل، عادة يكون 40 الى 50 سي ام. من نجي ايش نحتاج كش اسمه، نحتاج لوبريكانت، ونحتاج اللي هو حنستخدم زالوكينجل، نحتاج زالوكين سبراي. نقول للبيشنت يفتح حلقه ونرش زالوكين سبراي للاوروفارينكس، ونغطي الفيلد اللي راح نشتغل بيه بزالوكينجل. بعدين افتر واشينج هاند نغطي سوند الجل، وهذا تقول بعدين افتر واشينج هاند اند ويرينج جلوفز نسحب الـ tip of the nose وأسوي inspection للـ nostril and we'll decide which of the nostril I'm gonna enter. عادة إذا septal deviation أختار الأكبر، يعني away from the septal deviation. إذا واحدة شان بيها polyp أو hypertrophied adenoid أو شيء، فلازم أختار البيتنت اللي هي more opening. عادة سمعت الـ enter easy. بعدين أبدي أدخل من احس انه وصلت اني الاوروفارينكس، يعني هو الاوروفارينكس هذا الاوروفارينكس هذا النيزوفارينكس هذا الاوروفارينكس هذا اللارينكس انه بعدين كنت عدت. فمن احس انه انا اوكي وصلت دي صار كينكين للتيوب، فاخذ التورش لايت ولايت التانك دبرسر شو اسمه دبرس ذا تانك، ابغى التورش لايت اشوف التيب اوف ذا شو اسمه التيب اوف ذا التيوب. فاني متاكده اني بالاوروفارينكس. انطي البيشنت كب اوف واتر وخليه يشرب 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 يظل يشرب على مود ينفتح عندي الاسافجس. من ينفتح الاسافجس ابدي ادخل ادخل من احس انه اوكي وصلت للستومك دخل السايز اللي اريده اللي هي 40 سي ام. ابدي شو اسمه اتاكد انه اني بالستومك اسحب ابغى الكلر اوف ذا فلويد اللي سحبته اصفر كلير فلويد. هل يطابق ويا الستيت اوف ذا بيشنت؟ مثلا هو عنده هيمورويد، عنده هيمورويد راح يطلع احمر، اذا شو اسمه ما ماكل حيطلع كلير فلويد، اذا ماكل حيطلع فلويد اصفر. انه بعدين هذا الفلويد ادزه فور ماي كيمستري فور بي اتش، اذا البي اتش طلع اقل من 5.5 فانه انا هذا جاستك جاستك فلويد البي اتش مالته اسيدك. اوكي حتى اتاكد اكثر اخذ اكس راي اشوف التيوب جوا الدايفرام on the left side وهذا التيوب موجود بالستومك. وبعدين اخر شيء احط التيوب فوق اذا اني فور فيدينج، جوا اذا فور ديكومبرشن. اكين كباك اذا فور ديكومبرشن، واذا فور فيدينج يعني هو شو اسمه يبقى بس فوق وانه ادخل السرنج الفيدينج. That's it.